وتكاد تكون بلدية البيرة يعني هي من البلديات المميزة اللي فيها دائرة ثقافية. أنا بعتقد إنه كثير من البلديات ما فيها هذه الدائرة، فشكرا لك أخ عباس. يعني أنا استمعت للملاحظات وهي جميعها ملاحظات كثير مفيدة، بس خليني أحكي لكم شغلة طريفة عشان ما ضلوش مكشرين، يعني بنطلع من جو التكشير جدية يعني، مشان لأنه هاي الملاحظات يعني بتخلق حالة من التوقع، يعني إن شاء الله إني أكون قدرتها، ما يكونش زي ما رفعنا سقفنا في أوسلو واللهم اجعل سقفي أعلى من سقف أوسلو، هذا كان مظبوط. فأنا بذكر في يوم من الأيام في السجن في التحقيق، فبسألني المحقق إنه أنت صحيح اللي كاتبينه عنك؟ طبعاً أنا كانت بالنسبة لي معلومة جديدة، ولا مرة كنت بعرف إنه بنكتب تقييم إلك بعد التحقيق، ويمكن معظم المعتقلين بعرف شيء مسألة لأنه حدا بيشوف ملفه. فأنا يعني لازم مسكين الحال، قلت له والله ما بعرف شو بتقول كاتبين. كل كاتبين يعني مثقف جدا، حذر جدا 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 ثلاث مرات، ويشك في كل الناس، طويل ضخم قوي متمرن، والله حرفي حافظها ويتحمل، فكل ما شد أقول خليك سبع يا سبع. فالإخوان يعني أحكم الله هذا كثير مهمة، إن شاء الله إني يعني إنه الكتاب يكون يعني بالفعل يعني على هذا المستوى. كثير من المسائل اللي يمكن ما كانش الدراسة من هذا النوع قادر على إنها تجيب عليها كلها، لأنه يعني مسائل متشابكة كثيرة ومغرية لأي باحث إنه ينسى حاله ويستطرد ويتشعب ويبعد في أماكن كثيرة. لهذا السبب يعني في أسئلة اللي ما تم التطرق إلى والإجابة عليها، لكن من يقرأ الكتاب يستطيع أن يأخذ من الكلمة الأولى من العنوان إلى آخر صفحة. هذا الخير يعني هذه محاولة لأنه يكون يعني ماسك الموضوع، يعني ما فلتش الموضوع من الكاتب، وبالتالي ظل يعني يعالج من جوانب مختلفة، ولكن في هذا المحور ظل قائم. العنوان ممكن للوهلة الأولى يوحي بأنه الموضوع متسع وكبير لما نحكي عن العولمة الثقافية والثقافة السياسية العربية، ولكن وهذا يعني إذا بنوقف لهون هذا يعني مش صح في البحث العلمي. لهذا السبب يعني تم الحكي عن برامج، يعني أخذنا من العولمة أخذنا العولمة الثقافية، ومن العولمة الثقافية أخذنا برامج الإصلاح الديمقراطي بالتحديد ديمقراطة الوطن العربي اللي طرحها الولايات المتحدة وتأثيرها على الثقافة السياسية التشاركية العربية، يعني البعد التشاركي في الثقافة السياسية العربية. حول هذا الجزئية يعني يدور كل الكتاب. سلام. السلام عليكم. الفصول الثلاثة الأولى من الكتاب هي زي ما حكى دكتور باسم هي عمل أكاديمي، ولكن يعني وقت النشر زي ما تفضل أخونا أبو نمير ودكتور باسم، يعني في فترة اللي ممكن تكون مفقودة كان لازم تغطيتها، وهي فترة ثورات الربيع العربي، وتم بعتقد التطرق لأكثر من مسألة فيها، يعني آليات تولي الحكام العرب ومغادرتهم للحكم، وحتى يعني في مجال الأحزاب والقوى السياسية العربية، و يعني تم ايضا يعني فحص او يعني الاشاره لمجموعه من المؤشرات اللي بتدل على مستوى الاهتمام الجماهيري العربي الشعب العربي بفكره سياسيه هي فكره شعبيه والناس بتطالب فيها وحق لها، ولكن على مستوى الأنظمة يعني إحنا دخلنا فترة الربيع العربي، يعني خلص العقد الأول من الخلفية الثالثة وأمور المشاركة السياسية يعني دون الحد الأدنى، وحقوق الحريات والحقوق للإنسان العربي
ايضا دون الحد الادنى في قمع حريات في تكميل الاحوال الى اخره. ولكن في الوقت اللي سبق ثورات الربيع العربي شفنا في كثير من المحلات عشرات الاحزاب السياسيه، مش صدفه انه الناس يعني تشكل احزاب وتنتمي لها مشان تشارك في العمليه السياسيه. بالتاكيد هو مؤشر كثير مهم على انه الشعوب العربيه يعني طموحه لفكره المشاركه في الحياه السياسيه والمشاركه في القرار السياسي. ولكن بشكل عام تم الالتفاف على هيك مساله، لانه يعني في اكثر من مكان وباكثر من اليه. الان يعني انا قاعد برجع رجوع يعني عمليا في الكتاب، تم الحكي عن او دائما كان في عندنا مشكله في الدول العربيه في قوى الاسلام السياسي. تشارك ما تشاركش، يتم استبعادها الى اخره، بغض النظر عن طبيعه النظام، كل الانظمه كانت تستبعد قوى الاسلام السياسي الا وفق مقاساتها. على طريق الاخوان المسلمين في الاردن مثلا، يعني كان وين مسموح وين هم يعني النظام بده اياهم بشكلهم ويكونوا موجودين. ولكن يعني فكره الاسلام السياسي مش مقبوله تحت، يعني ما كانت مقبوله وما كان مسموح لها، تحت مبرر انهم بدهم يعني يستخدموا الديمقراطيه كجسر مشان الوصول للحكم وبعدين ينقلبوا عليه. هذا الحكي ممكن يكون صحيح، بس هذا مش مبرر انه نمنع الناس من المشاركه السياسيه ومن حقوقهم السياسيه تحت هذا الشعار، لانه فكره الانقلاب على الديمقراطيه ولا مره كانت مقصوره بس على القوى الاسلام السياسي. وبالامكان احنا نشوف امثله من اللي صار في اكثر